ولكن الميساج ديالي اللي بغيت نوصل، بغيت نقول بان هاد العمال انهم عمال مغاربه كيبغيو الوطن ديالهم وكيبيعوا الملك ديالهم. ولكن حنا درنا مراسلات، درنا وقفات احتجاجيه سلميه، وصلنا الملف ديالنا لكبار البرلمان، ولكن للاسف ما لقينا حتى التفاته من حتى شي جهه، لدرجه ان وصلنا العريضه لرئيس الحكومه حتى واحد ما كيجاوبنا. واخر حاجه دارها الاتحاد المغربي للشغل وكنشكرهم هذا المنبر، هي مراسلة رئيسة فريق أمل العمري، من خلالها طرقوا الموضوع ديال هاد العمال المرخصون ولقينا كذلك حتى شي جواب. لهذا كنطالبوا، حنا حاليا كنعانيو، يعني كنعانيو معاناة كثيرة، معاناة اقتصادية نفسية، يعني الناس مرضت نفسيا لدرجة الناس جاتهم إفراغات أنهم خرجوا من الديور ديالهم، الناس مابقاوش كيقريو ولادهم لأنهم كانوا كيقريو في مدارس خاصة، حاليا مابقاوش كيقريوهم. كذلك عندنا المتقاعدون اللي كانوا كياخذوا الرواتب ديالهم مابقاوش كياخذوا الرواتب ديالهم، كذلك اللي عندهم ملفات طبيه مابقاوش كيتابعوا يعني الملفات ديالهم الطبيه. حنا جميع الابواب طرقناها، حاولنا نوصلوا يعني المعاناه ديالنا لا تعد ولا تحصى، يعني معاناه كثيره، وكنتمنوا يعني نلقاو شي حل. راه سنه من الانتظار، يعني سنه ما خدينا حتى شي درهم. كيف يعقل انك كنتي كتخدم وكان عندك الصالير ديالك وكنتي عندك واحد المدخول وفجاه ما بقى عندك حتى شي حاجه؟ راه هذا الشيء يعني صبرنا بزاف، وبالعكس يعني ناضلنا بطريقه سلميه وحاولنا نوصلوا يعني المعاناة ديالنا بأي طريقة، ولكن ما عرفناش. حنا كنحتارمو يعني إغلاق الحدود، حنا ما عمري طلبنا فتح الحدود، ولكن خص الدولة تتفق لينا، خص الحكومة تتفق لهاد الناس. كيف يعقل هاد القطاع؟ راه قطاع مهيكل، كنا كنساهمو في الاقتصاد الوطني والمحلي، وهاد الناس يعني معين الأسرة، كل واحد راه عنده 6 دراري 4 دراري، كيف يعقل؟ راه الناس غادي بدات كتشرد، وأصلا راه تشردات ومرضات. لهذا كنطالبو أنهم يلقاو لنا شي حلول، ما خديناش حنايا لا تعويضات لا حتى شي حاجه، لا من لجنه اليقظه في سميتو، لا من لجنه اليقظه، ما عرفناش. حاولنا نوصلوا يعني المعاناه ديالنا، حتى واحد ما اتفق لينا، وبقى عندنا امل واحد هي المراسله اللي دار الاتحاد المغربي بالشغل السيد عامل الاقليم، ونتمنوا يعني تكون شي حاجه، لان دابا خصها تخدم. يعني كيف يعقل صافي الناس دابا جالسه من الخدمه، لهذا خصها تخدم، وكذلك بقينا حتى حنا ناخذوا التعويضات ديالنا من لجنه اليقظه، لان حنا جالسين ونتمنوا زعما يلتفتوا لهذا القطاع، وشكرا.